أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أسمع عن تفسير الشيخ فيصل المبارك، فما رأيكم في هذا التفسير؟ وهل هو مثل تفسير الشيخ بن سعدي؟ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله عالم جليل وداعية إلى الله عز وجل مخلص، نفع الله به، وله مؤلفات كثيرة ومفيدة، ومنها تفسير له، وليس تفسيرا بالمعنى المعروف، وإنما هو دروس في التفسير، كان أملاها أو ألقاها أو أنه كتبها على شكل دروس أو على شكل دروس. نعم.